في إطار مواكبتها لتطورات القطاع الفلاحي واستجابة لحاجيات الفلاح والمهنيين، نظمت شركة غريماتكو أيام الأبواب المفتوحة للزراعة المحمية، مناسبة استدعت من خلالها منتجي ومهني الخضر بسوس، لقاء شكل فرصة للتعريف بآخر المستجدات التي تسهر على تطويرها الشركة والمتعلقة بالطماطم والفلفل والكورجيت. كنحاولوا نواكبوا هذه التطورات، يعني باصناف اللي هي جديده واصناف اللي هي ممتازه. اليوم في هذا اللقاء التواصلي حاولنا باش نشرحوا شنو هما الشوا استراتيجيك نتاع البورت غريف، علاش انا اونطونكو فلاح غنختار واحد النوع وماشي صنف اخر، وبينا بانه هذا البورت غريف وينر من بين الحوايج اللي كيمنحهم لينا، انه عنده كما كنقولوا حنا جذور اللي هي قويه بزاف، وكيدير واحد الشبكه اللي هي خفيفه وكتكون كثيره بزاف، خاصه يعني في ليكستريميتي نتاع هاد الجذور نتاع هاد لي راسين، وهذا الشيء كيمنح النقله ولا لا برونت ديال لا طوماط واحد التوازن طيله يعني لو سيكل نتاعها. بطبيعه الحال هاد البورتغري فيه مقاومه للامراض الفطريه، ولكن موازنه مع هذا في واحد المقاومه تاع لينيماتود، هاد المقاومه اللي هي مقاومه مرتفعه مقارنه بالبورتغري اللي كاينين يعني في التسويق حاليا، وهاد المقاومه كتمنحو واحد الفعاليه في الاراضي اللي كتكون فاتيكي وكتكون عامره بالنيماتود. هادشي ما كيعنيش انه كنستثنيو يعني زابليكاسيون تاع لينيماتيسيد لا، ولكن انه كيعاوننا في واحد الوقايه اللي كتكون مندمجه، وكيكون عندنا واحد استعمال عقلاني لهاد لينيماتيسيد. تلقاو الوينر ديالنا هو الاول، قدمنا للفلاحه نوع جديد من بورت غريف اللي هو الوينر، اللي كيتميز بخصائص عديده ومتنوعه، من بينها عنده واحد ليكيليبر جينيراتيف فيجيتاتيف، وكذلك عنده سيستيم غاسينيغ اللي هو بيفوتون اودونس. من بين المشاكل اللي يعانيوها الفلاحين انه كتكون عندهم واحد الجوده اللي كتكون ناقصه بزاف، خصوصا يعني في الوقيته ديال البرد كما كنقولوا حنا لي بروبليم تاع ليفير، كسوا في اللون ولا كسوا في الجوده ولا كسوا الخوان تاع الحب من الداخل، هاد البورتغريف كيمنح واحد القوه واحد التوازن لهذاك النوع اللي مغريفي على البورتغريف، باش كتكون عنده يعني القوه الكافيه باش كيدوز هاد لا بيريود نتاع ليفير، وكتكون عنده واحد المقاومه لهاد البرد باش كيعطينا جوده وتوازن يعني على طول مده الانتاج. بالنسبه للاكراه الاخر اللي كاين يعني حاليا في الفلاحه، خاصه الناس ديال الزرع ديال الفلفل، انه كاين بعض الامراض الجديده اللي كتبان عندنا في المنطقه، وامراض اللي اصلا موجوده عند جيراننا يعني في المناطق الاخرى اللي كيديروا في لا برودكسيون، جيران يعني في اسبانيا ولا في الجزائر، انه هاد الامراض على سبيل المثال كاين هاد الفيروس نتاع تيس دول بي في في توماتوس بوتيد وايلد فيروس، هذا اللي هو فيروس اللي هو كيمناسي برانسيبالمون لا كولتور نتاع الفلفله، ويقدر ياتاكي حتى لي كولتور اخرين بحال مطيشه. هاد الفيروس الجديد هذا حاولنا باش نهضروا عليه نركزوا عليه نشرحوا للفلاحين اش يكون، ومن خلال هذا العرض حاولنا باش نبينوا يعني لي سامبتوم سبيسيفيك نتاع هذا الفيروس اللي كتكون ظاهره سواء يعني في الفروي ولا في الحب ولا في النبات في الجدر، باش الفلاح يقد يعرف ويدونتيفي هذا الفيروس الا كان عنده يعني في الفلاحه نتاعو. ومن خلال هذا العرض حاولنا باش نبينوا شنو هو الحلول اللي شركه اغريماتكو كتوفرها يعني للفلاحه والفلاحين، باش كتجاوب مع المتطلبات نتاع السوق، خصوصا في ظل يعني هاد لي مناس اللي هما جداد نتاع هاد لي فيروس، وبالاخص يعني واحد النوع ديال الفلفل اللي سميتو الفلاش اللي عنده مقاومه عاليه جدا لهاد تيز بلوفي، وايضا كاين المواكبه الحلول ولا المبيدات اللي كيكون عندها تاثير على الفيكتور نتاع هاد الفيروس اللي هو تريبس واللي هو الفيري مارك، واللي كيمنح لنا واحد الوقايه اللي هي مندمجه وفعاله ضد الفيكتور نتاع هاد الفيروس. الحلول الاخرى المقترحه من طرف شركه اغريماتكو بما فيها لا كورجيت بلونش اللي هي راضيه، اللي هي الخصائص ديالها جد ممتازه والجوده ديالها عاليه جدا في الاسواق، وايضا الحلول المقترحه خاصة وقاية ديال نيماتود بالروتور نتاع الفيدات، وأيضا المقاومة نتاع الرتيلة ولا لزكريا بجميع الأنواع ديالهم، خاصة يعني لاكاريوس برونزي، والحلول اللي كتقترحها شركة اغريماتكو واحد المنتوج اللي هو سميتو الميلبيكنوك اللي عنده تأثير أوفيسيد لارفيسيد وأدولتيسيد، عنده تأثير على جميع مراحل النمو وعلى عدد كبير نتاع الأنواع نتاع الرتيلة.